السنة استخدمنا تقنية رائعة وهي السكوتر اللي أفادتنا كثير في التنقل بين مواقعنا والإشراف على خدمات حجاجنا في داخل مشعر منى ومشعر عرفات. السكوتر من أفضل المميزات اللي أضيفت من قبل الشركة هذه السنة، وهي الحقيقة كمان صديقة جدا للبيئة مقارنة ببقية وسائل التنقل زي الدراجات النارية وغيرها. فأعتقد أن السكوتر حيكون مفيد جدا، يعني إحنا أفادنا ونرى الآن في متابعة أكثر من قبل باقي منظمي الخدمات على استخدامه، وإن شاء الله نأمل أنه في المستقبل سيتم استخدامه بشكل أكبر إن شاء الله داخل المشاعر المقدسة.